الحمد لله، بس بعد 3 اشهر طبعا مده كبيره جدا. الاولاد كانوا بعاد فيها على الاحتكاك الرسمي، لعبنا ماتشات وديه كتير، لكن برضه الاحتكاك الرسمي طبعا بيبقى افيد. بعد 3 اشهر اول ماتش ان شاء الله باذن الله يوم 28 في وسط الامتحانات برضه، يعني التوقيت برضه صعب جدا بالنسبه للفرقه كلها، مش بالنسبه لفرقه النادي الاهلي بس. يوم 28 اول ماتش مع المقاولين، ان شاء الله هنلعب 11 ماتش دول اولاني و11 دول التاني، يعني ماتشين في الاسبوع ان شاء الله الاثنين والخميس. بس كنت ارجو التوقيت يبقى انسب من كده، يعني كان ممكن مثلا فتره 3 اشهر دول لو لعبنا الدور الاولاني وبعد كده ناخد راحه ونبتدي الدور الثاني مفيش مشكله. لكن احنا 28 في اولاد بتبدا امتحانات الاسبوع ده، واولاد هيبداوا امتحانات الاسبوع اللي جاي، فالتوقيت صعب جدا. طبعا احنا عاملين حسابنا في وضعين البرنامج من اول، من بعد ما عرفنا ان في مده كبيره زي كده، لكن برضو احنا التوقيت جه مفاجاه. يعني كابتن سيد الاداري بلغنا ان القرعه يوم الاثنين، امبارح قالوا لنا اول ماتش يوم 28، لكن احنا بنتمرن وجاهزين وعملنا ماتشات وديه كتير بفضل الله الفتره اللي فاتت دي كلها مع فرق اكبر مننا، والحمد لله احنا جاهزين ان شاء الله باذن الله. الحمد لله الاولاد حاسين بالمسؤوليه ديت، واحنا الجهاز الفني حاسس بالمسؤوليه ديت طبعا، وان الفرقه دي حصلت على البطوله السنه اللي فاتت ان شاء الله باذن الله البطوله من نصيبنا باذن الله ان شاء الله. كابتن بيقول لنا احنا داخلين على فتره كويسه وما نهزرش ونجتهد شويه في التمرين عشان ان شاء الله ربنا يكرمنا وناخد البطوله. بس عندنا ان شاء الله احنا بنتمرن كويس وماشيين كويس ان شاء الله وفي التمرين وبنجتهد، وان شاء الله يعني احنا كويسين في الدوري وان شاء الله هناخد الدوري ان شاء الله. كان نفسنا طبعا البطوله تبدا بدري شويه عشان الفترة اللي احنا قعدناها دي والفترة الماتشات الودية كنا عايزين ندخل في الحماس اكتر وان شاء الله ناخد البطولة. والله الحمد لله احنا مستعد طبعا كويس، واول ماتش عندنا مقاولين يوم 28 ان شاء الله. خدنا فترة راحة كبيرة عشان الامتحانات طبعا وكده، بس ان شاء الله نرجع ونبقى احسن ان شاء الله. ما فيش حاجة في دماغنا غير ان احنا عايزين نستعد كويس عشان لما نبدأ تاني نرجع يعني احسن من الاول. وكابتن ياسر وكابتن اسامه وكابتن فتوح والجهاز كله بيتعب معانا يعني، واحنا كنا خدنا البطوله السنه اللي فاتت الحمد لله، وان شاء الله هناخد البطوله السنه دي وان شاء الله اللي جاي احسن يعني.